السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدت في هذا الفيديو سوف نرى كيف نتخلص من الملل نهائيا بالنسبة لمدرب السوربان الذي يدرب الأطفال لكي يصبحوا أبطال في الحساب السريع. ابقوا معنا في هذا الفيديو وسوف أعطيك الحل. لماذا تدرب الحساب الديني؟ ما هي النتائج التي تود الحصول عليها؟ كم تريد أن تربح في الحساب الديني في كل شهر؟ أنه من خلال المبلغ الذي تريد الحصول عليه في تدريس الحساب الديني له علاقة بالطريقة التي تدرس بها الأطفال. طريقة المونتيسوري هي الطريقة التي سوف تعطيك حل الملل. طريقة المونتيسوري هي طريقة تقول بأن الطفل يجب هو الذي يختار ماذا سيفعل. بما أن حصص الصوربان يجب أن تكون مختلفة تماما عن الحصص التقليدية التي تكون في الدروس العادية في القسم التي تكون غالبا مملة، ويفرض على الطفل أن يقوم بنوع معين من التمارين ونوع معين من الأنشطة. هنا يجب أن يأتي إلى حصتك ويرى اختلاف كبير جدا. هذا الأمر عندما تأتي إلى حصة الصوربان لديك تقريبا على الأقل حسب تجربتي 10 إلى 15 دقيقة لكي تعد الحقائب التدريبية، لكي أيضا يعني تشغل الحاسوب، لكي ترى ما هي البرامج التي سوف تقوم بها، وأيضا يجب عليك أن تنظم الحصة حسب يعني كيف سوف يجلس الأطفال. في هذا الوقت أقترح عليك أن تقوم بوضع مجموعة من الألعاب المختلفة بشكل ورشات تدريبية. يأتي الطفل هو الذي يختار ماذا سوف يلعب أو ماذا سوف يقوم باللعب به. يمكن أن تضع ألعاب يعني يلعب فيها اثنان، يمكن أن تضع ألعاب، هناك بعض الأطفال الذين يريدون أن يلعبوا بطريقة فردية، هناك بعض الأطفال الذين يحبون التحدي، يمكن أن تضع لهم الشطرنج، وأيضا يمكنك أن تضع لهم مجموعة من الألعاب التي تركب والتي تصنع أشياء معينة، وهناك ألعاب جماعية وهناك ألعاب فردية. إن اختيار الطفل النشاط الذي يود القيام به له عدة منافع. أولا، المنفعة الأولى هي أن الطفل يخرج عن عادة أنه يجبر أن يقوم بشيء معين، وبالتالي يجد راحته بشكل كبير. ثانيا، يمكن للمدرب الحساب الذهني أن يعد البرنامج ويعد الحاسوب ويعد الفلاش ومجموعة من الأشياء التي يقوم بها. ثالثا، بالنسبة لاختيار يعني الألعاب، هنا نختار الألعاب التربوية التي حاليا موجودة بشكل كثير في الأسواق. الفائدة الرابعة التي يمكن أن تحصل عليها هو أن الطفل عندما تعطيه ماذا يريد يعطيك ماذا تريد. عندما تقول له سوف نعمل الآن على الحساب السريع، سوف نقوم ب يعني إنجاز بعض العمليات، هنا أيضا يعطيك ماذا تريد ويكون متشوقا للقيام بالعمليات الحسابية. أنصح بأن تكون الحصة مخصصة للصوربان وليست للألعاب التربوية، ولكن الألعاب التربوية هي هنا تكون بشكل
ليس بشكل موجه بل بشكل اختياري يختار الطفل لعبة معينة يعرف أن يلعب بها جيد، لا يعرف أن يلعب بها ليس هناك مشكل. إذن هنا في هذه المسألة سوف تلاحظون أن الأطفال يحبون جدا حصص الحساب الذهني، وهناك مجموعة من الأطفال يقول لي كنا في أقسام أخرى لا أحب تلك الأقسام ولا أحب الأستاذ لأنه لا يتركنا نفعل ماذا يريد ماذا نريد، وبالتالي هنا هذه الطريقة جائرة. إذا عندما تعطيهم اللعب في 10 دقائق 15 دقيقة يبدأ الأطفال يجمعون هم الألعاب، تقول لهم إن لم تجمعوا هذه الألعاب لن أحضرها الحصص القادمة، وبالتالي الأطفال يمسكون الألعاب ويجمعونها ويضعونها في المكان المخصص، يعملون على العمليات بالنسبة لبرنامج حسب البرنامج التي تمتلك بالنسبة للحساب الذهني، ثم تترك لهم 10 دقائق أو 15 دقيقة في نهاية الحصة هم يأخذون الألعاب ثم يلعبون إما بشكل جماعي أو بشكل فردي. إذن أتمنى إن شاء الله أن تجرب هذه الطريقة وقم بوضع تعليقك الخاص عن تجربك هذه الطريقة، وأتمنى لك النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.